السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس محمد. اليوم أجاني سؤال شوي غريب نوعا ما. هل البق يعيش في البرد؟ يعني احنا في فصل الشتاء، هل بق الفراش يعيش في فصل الشتاء؟ راح أجاوب عليه إن شاء الله خلال هذا الفيديو. يا ريت إن عجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا أي ملاحظة أو أي تعليق تكتبوا لنا إياه أسفل الوصف. ورجعنا لكم من جديد للحديث عن السؤال اللي راودني، هل يمكن أن يعيش بق الفراش في الشتاء أو في البرد؟ نعم، الجواب نعم، إنه البق الفراش بيعيش في الشتاء. يعني البق الفراش كان يعيش في الكهوف ويتغذى على دم الخفافيش، ولهذا يتكيف البق تحت درجات الحرارة الأكثر برودة، ويستطيع أن يعيش لفترات كثير طويلة وخصوصا في فصل الشتاء. إذا بق الفراش بيعيش في جميع أوقات السنة، وحتى في أوقات البرودة بعيش. السؤال الثاني، هل يمكن أن يدخل البق يعني منزلنا، أو ممكن أن ينتقل من المنزل المصاب إلى المنزل السليم خصوصا في فصل الشتاء؟ نعم ممكن، فالبق لديه القدرة على العيش نفس ما حكيت لكم في البرد، ويمكن أن يظل نشط في درجات حرارة منخفضة كثير كبيرة، ويمكن البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة المنخفضة من خلال خفض نقطة التجميد من السوائل الجسدية. يعني بظل عايش، ما عنده أي مشكلة عند خفض درجة الحرارة الجوية في الجو أو في المنزل، أو أنه ينتقل من مكان إلى مكان، أو المكان المصاب إلى المكان السليم. ولكن يعني أنا حبيت أوضح لكم هاي النقطة، أنه بق الفراش بيموت على درجة حرارة أقل من 5 درجات فهرنهايتية لمدة أيام. يعني إحنا ممكن نخليه على درجة حرارة أقل من 5 درجات فهرنهايتية لمدة أيام فبيموت، بس إنه مش إنه نعرضه لدرجة حرارة أقل من 5 فهرنهايت لساعة ساعتين، لا ما بتنحلش المشكلة. هل ممكن انه ايضا تتجمد حشرة بق الفراش؟ نعم نقدر نجمد حشرة بق الفراش تعرضت لدرجة حرارة اقل من 3.2 فهرنهايتية لمدة 80 ساعة، فكلما انخفضت درجة حرارة استغرقت فترة زمنية اقل نفس ما حكيت لكم، عن طريق خفض نقطة التجمد من السوائل الجسدية. وعلى سبيل المثال انه عند درجة حرارة 32 فهرنهايتية قد يستغرق الامر اسابيع، يعني الامر شوي صعب وما بنقدر نسيطر عليه. هل التجميد يقتل بق الفراش؟ هذا السؤال اللي احنا راح نجاوب عليه. نعم تجميد بق الفراش يمكن أن يقتلها، ومع ذلك يجب عليك استخدام درجة حرارة منخفضة للغاية ولمدة أيام كثير كبيرة، يعني صعبة على الواحد وعلى الأقل. وقد لا يكون الفريزر باردا، يعني نحن نحط الشغل بالفريزر انه حتى نقضي عليها، لا، لانه الفريزر مش كافي انه نقضي على هاي الحشرة. يعني لازم نستخدم مقياس في الغرفة المصابة او في المكان المصاب ونعرضه لدرجة حرارة فشوي صعبة. عشان هيك افضل وسيلة لمكافحة بق الفراش الاتصال على شركتنا او تتحدثوا معنا، وان شاء الله بنقدر نحل لكم اياه في طرق حديثة.